في البر. هذا محمد راء مرفوع ضغطه خلاص اتش والغبار والدنيا ونجي انا وائل. محمد ايش رايك نغير لوكيشن التصوير؟ عندنا راس القيمه والدنيا يعني مو وين اللوكيشن لاني كنت قصدها يا عبد الله. لا لا لاني كنت قصدها على اثر سواه لي قبل المشي قبل اسويها هذه في مشهد يوم الكويه اللي انا كنت امثل يوم الكويه. كان هو يلعب بنفسيتي وكان يقصد اني يلعب بنفسيتي عشان اني انا اكون حزين واكون مواكب لهذه المشاعر. فانا وائل قريت انه سواه لي هذا الشيء حبيت اني العب مزاجه ونفسيته. وائل ناخذ اخر سؤال. محمد اسلم وش لا يمكن في واحد من المتابعين ممثل او مثلكم يحب التمثيل يحب الظهور. ابى اسال وائل والله برضه مو بسؤال على مجامله ولا شيء سؤال فني بحت. مشهد الكويه وشلون بكى حقيقه؟ انا بقول لك قبل ما يجاوب وائل وقت التصوير انا صراحه بكيت من بكى وائل وقت التصوير في عندك المشهد ايه موجود لكن ترى ما طلع بالكت النهائي. يوم جاي يكوي الممثل يوم جاي يكوي وائل كان اللي يبكي دور الحزين. بكى صدق وائل بكى والله بكى صدق خلاص طلع من طاقة تحس احساس الممثل. انا واقف بقول له اكشن شفت الرجال قاعد يدمع المقطع موجود عندي انا والله اول ممثل يقف قدامي يدخل في كاركتر الممثل لهذه الدرجه. وائل حبيبي يا عبد الله اعطيني الشعور. طبيعه الممثل يا عبد الله انه الشخصيه اللي يؤديها لازم انه يتقمصها تمام ويعرف ابعادها التاريخيه وابعادها وانه هذا كيف دخل المشهد وانه هذا اصلا ليش وصل للمرحله هذه اللي هو فيه وايش بيصير بعد الكويه. فاحنا استدركنا القصه هذه اللي كتبها محمد كامله ودخلنا في الجو هذا وطلع معانا هذا الشيء والحمد لله. يعني ما ادري لكن اذا في شيء اذا في حاجه يا عبد الله انا في نقطه بديك اياها. الافلام ابو دقيقتين هذه للامانه مش كلها ابداع تمثيل. اذا في ابداع في الفيلم فهي الفكره والاخراج لان احنا قد ما نبدا بهذا الفيلم محمد يا عبد الله وقد ما وصلنا 100% فما ما ما تطلع بنتاج حلو اذا ما كانت الفكره والاخراج كويس. يعني في اشياء كثيره مسلسلات افلام بنشوفها فيها مبدعين وفيها ممثلين لكن ما فيها لا فكره ولا اخراج لذلك لا يكتب لها النجاح ويكتب لها الفشل. لكن افلام محمد هي بالتالي تعتمد على فكره وعلى اخراج وعلى نص هو يكتبه وهذا ينعكس احنا علينا كممثلين ان احنا غصبا عننا ان احنا نأدي بالشكل الكويس. وكنت انت معانا ما شاء الله مبدع في هذا الفيلم الرائع وتشرفت اني انا اكون معاك والله واكون معاك محمد والناس اللي تشتغل والله شرف لنا يا وائل الله يرحم والديك. انا سعيد جدا بسماع صوتك وانا حبيت وائل الحربي يدخل معانا لانه انا عارف محمد انه وائل ومن افضل الممثلين وقد قال لي يا محمد قبل وبقوله قبل ما يقول محمد الان وائل من افضل الممثلين يمثلوا مع محمد وهذا انا حاس باحساسك محمد. انا سعيد جدا انك دخلت معنا اخوي وائل الحربي الممثل القدير اللي حصل ما شاء الله تبارك الله جوائز داخل المملكه وخارج المملكه ما شاء الله في اوائل على التمثيل. شكرا اخوي وائل الحربي وان شاء الله اجمعنا عمل قريب. الله يخليك يا عبد الله واشكرك على هذه الاستضافه يا مبدع واتمنى من الاستاذ محمد انه يجمعنا عمل بيني وبينه ان شاء الله قريب يا رب باذن الله. شكرا شكرا اخوي وائل الله يبيض وجهك. انا استنتجت من هذه المكالمه انه محمد مو هو بمخرج فقط حتى سيناريست بعد صح؟ نعم تكتب سيناريو. أنا كل الأفلام اللي سويتها الحمد لله هي كتابتي أصلاً وفكرة ما شاء الله تبارك الله. محمد يعني بس يعني قاعد هو قبل ما يبدأ بالفيلم متصور الفيلم ككل صح نعم. من إلى يعني هذه نقطة يعني تخلي الفيلم يعني أنه أنت اللي متصوره وأنت اللي قاعد تسويه صح يعني قاعد صح تطبق الصورة اللي هنا صح؟ إيه صحيح صحيح فهذا هذه نقطة يعني تزيد من الإبداع يعني دقيقة 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 جتني رسالة اي والله من اخوك يقول محمد تكتب شعر؟ جاينا على تصوير وافلام مش لا صحيح تكتب شعر محمد انا عن نفسي اول مره ادري الله لا انا ما ادري لا انا قد اسمعك تقول اول شعر وكذا لكن ما دريت انك تكتب شعر اسمعك تكتب شعر انا خلاص لا 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 قل لا قل والله جاء الشاعر سعود فهد ما يقدر اي خلاص الشاعر سمعت قصيدتي والمسرحيه نسمع بعد ما اسمع هذا هذا مو مخرج بعد بعدين مشاركتي مو مخرج هذا كاتب انا اقول اوكي اسلم تكتب شعر اكتب بس اني ما اعتبر نفسي شاعر يعني انا ترى هي من ضمن الهوايات كتابة السيناريو كتابة الشعر كتابة الذا يعني عادي يعني الشعر مجرد فضفضة بس اي هذا يعني طيب كتبت شيء محمد تقدر تقوله لنا ما او اقرب ما جهزت شيء يعني اني اقوله بالبرنامج او بيتين اطرف بيتين لك
يعني آخر قصيدة يعني. أقرب قصيدة لقلبك. والله على طاري أقرب قصيدة لقلبك، بما أني الحين أنا بالرياض وهلي كلهم في المدينة. يا سلام. أنا قلت في البداية أني ساكن ومولود في المدينة المنورة. حلو. قبل لا أشتغل الحين في وزارة التجارة اشتغلت مع شباب كعمل حر في الرياض تقريبا سنة كاملة 9 شهور. حلو. أنك تكون عايش طول حياتك مع أهلك فجأة تنتقل إلى مكان آخر تماما صعبة، صعبة جدا يعني. أنتم جربتوها بالبرنامج صح، لكن أنا برضو جربتها بما أني أنا كذا الحالي انجدعت في الرياض، ما أعرف الرياض أبدا. فأتذكر بداية الأيام اللي كنت جالس فيها بالرياض، كنت جالس بغرفة هاك الغرفة الجديدة على قولتهم، افتح الشباك ولا هاك المدينة اللي أول مرة تشوفها، ما تقعد أسبوع ما تنام، ما أنت مستوعب أي شيء. فقلت يا وجودي صدى. أيوة هات الصدى. يقول يا وجودي كل من نسناسه طاب طاب، وكل ما زانت هبهي بسمة، والله أن غيابها غير الغياب، والله أني دونها ميت ظما، كنت أحوم على القصايد والعذاب، وما فهمت لين طبيت الحمى. الله أكبر كم بكى قلبي وناب عن بكى عيني وعن دمع الهمى، وما بيشكي لأخوياي ما انصاب، كيف تشكي للضرير من العمى، والله أن غيابها غير الغياب، والله أني دونها ميت ظما. أمي 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 اللي ننكسر ظني وخاب، قالت ارفع هامتك واصعد سما، أطهر من الغيب وارفع من سحاب، والطف من الناردين اللي نمع، اعذريني يا بعد كل القراب، قلما بحت بشعوري قلما ما لقيت أصدق من عيونك جواب، استراح لي بعينيك احتمى، بالفرح والهم حضنك لي رحاب، وطيبتك تجري معك مجرى الدم، زال صلى بالوفا رغم الصعاب، ألس نصيب ما مسمى وانتمى، أنت يلمى يوم طارت السراب، والوجود بلا وجودك ظلمة، جعلني مبكيت يرفع من سحاب، والطف من الناردين اللي نمى. نمى إنسان صح إبداعك، صح إنسانك، والله جدا قشعريرة يا أخوان. الله يحفظه لك إن شاء الله. اللهم آمين. وأم محمد أنا أقول والله الذي لا إله إلا هو إني بهالمكان، إني فخور إني صديق هذا الشخص، وإن أقرب شخص إلى قلبي. الله يرفع قدرك. الله يسعدك. وأنا يعني فخور جدا، فالله يخليه لك إن شاء الله ويحفظه ويحفظك إن شاء الله، ويرزقكم إن شاء الله بر أمهاتكم جميعا. آمين يا رب. أنا أقول بعض الناس إذا تربوا يرفع رأس أمه وأبوه، صح. بعض الناس يغترب ولا يفيد أي شيء، صح. اللي مثل محمد شرواه الله يجزاه، يرفع رأس أمه وأبوه بعمله باجتهاده، يعني يقترب 9 شهور وبيقدم نفسه وبيتميز عن غيره، أنا أشوف هذا إنجاز. محمد وش ذا؟ استعاد والله أثرت فيني أنا الحين، تأثرت يوم قلتها. تأثرت وتأثرت، أنا ما أدري إنك شاعر. نصاب والله إنك تدري. والله ما أدري إنك شاعر. أنا يا شباب استغربت من الأستاذ وائل يوم اتصل. إيه. يقول محمد مخرج شيطاني. أنا يعني قابلت مخرجين كثار بس مو بشيطاني. ها لا لا مو بشيطاني يعني تخرب، لا لا شيطاني يعني بطل قصة. أي أنا يعني قابلت مخرجين كثار مبدعين لكنهم هادين، يعني أنت يعني أنا صراحة لو قابلتك بكافي قابلتك بأي مكان ثاني بقول هذا إنسان عادي، صح، لأنه أشوفك هادي وما أحس إنه وراك بلاوي. أي ماني. فوش السر إنه أي مخرج بالذات المخرجين أي مخرج لازم يكون هادي؟ هل في سر؟ هذه أنت اقتنصتها لاحظتها يعني بالمخرج؟ إيه لاحظتها، لأني شفت أكثر من مخرج يعني مثل أخونا الأستاذ بندر باجبع وغيره يعني من الشباب معلك زاد. طيب أتوقع أنا ما أدري يعني مو بشيء ثابت، أتوقع أن يعني الأشياء اللي فيها سرحان ممكن أو تفكير زايد أو جو كذا تكون مثل الرسام مثلا أو الشاعر، غالبا يجيك هذه يعني ما أبغى. أنا أحس إحساس لما تقعد عند مخرج أو زي كذا أو يكتب ممكن وانت تتكلم وتقعد ساكت طول الوقت قاعد يراقب اللي حوله، ممكن يكتشف شخص مو معك صحيح، ممكن يكتشف فيك شيء هو يحتاجك بعمل أو يناظرك يقول أنت ينفع لك كذا كذا كذا، نعم.
يعني بعض الناس ترى مو بسكوته يعني خلاص انه ما عنده صح صح بالعكس ممكن سكوته هذا يطلع لك شيء انت بنفسك ما تتوقع انك تسويه يعني. بل ادهى من ذلك مو بس الهادئين او الساكتين العباقرة الحين المخترعين وجدوا ذكرتني فيها وجدوا ان فيهم صفة مشتركة ان فيهم عزلة عن الناس هذا شيء غريب يعني واحد عبقري المفروض يروح للناس ترى سويت كذا فعلت كذا وجدوا فيهم هذه الصفة النفسية مشتركة في كثير منهم أينشتاين وغيرهم يعني أولهم الرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيف أدار الأمة صلى الله عليه ترى قبل ما يدير الأمة قبل الإسلام كان الله سبحانه وتعالى رغب له العزلة في غار حراء لأنه سبحان الله العزلة تصفي ذهنك صح. تعرف أنت وش بتسوي ترتب حياتك حتى صح. لو تقعد ما تفكر بشيء صح بس الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم عن ذولا لكن المقصد أنه فيهم شنو يسمونها انطوائية نعم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان شخص اجتماعي عليه الصلاة والسلام كان شخص يخطب في الناس كان يروح ويجي نعم. يخطب ايه العزلة الانفراد بالنفس بين فترة وفترة صح لكن أتكلم عن الشخصية هل أنت انطوائي ولا لا أنا أقول لك وجدوا أنه في كثير من مخترعين من ضمن ألبرت أينشتاين أنهم زي كذا فيهم انطوائية شخصية يعني ما يبي يسمعك أصلا يبي يجلس لحاله فهذه شخصيتي على طار الشعر ما نطلع وبس السؤال محمد بس بقول الشيف على طار الشعر الشاعر جازع بن زفران يمكن تعرفون الشاعر كبير معروف كان ضيف في احد الحلقات يوم الثلاثاء هنا مع الشباب وكذلك يوم طلعت من برنامج كتب فيني قصيده ما شاء الله تبارك الله حتى كانت قوافيها صعبه فانا اوجه رساله بيض الله وجهك واشكره على العمل اللي نزلها الان وجاني على الواتساب اللي هو شيرت ابديت منكم اتمنى منكم الان بسوي اعاده تغريده للشاعر جازع بن زفران تويتر اتمنى من الشباب منكم كمتابعين نسوي اعاده تغريده للشيلة انه والله يعلم الله شيلة تستاهل وشاعر جازع وما يحتاج ان احنا نمدح الشاعر جازع بن زفران فنبغى نسوي رتويت ونرجع لابو ناصر ابو ناصر سم احنا قديمين ما سوينا افلام ولا سوينا عمل مع بعض وش الجديد تخيل يكون جديده عمل يجمعنا انا وياك يا عبد الله ومعنا سعود والله تم كيف تتكلم اول حاجه خلينا نسال ها اليوم عندنا مسابقه وعندنا ناس فازوا تسمح لي بروح اجيب اسماء عشان تسحب جيبها على بال ما اسال السؤال انت كل يوم تروح وتجي ما اسال انت لا عرفت اسمع عبد السلام جيت يعني افهمها ما فايزين اليوم طيب يا جماعه نسوي رتويت نسوي رتويت اذا ما عليك ممر قم جبها قم خلاص انا زعلت قم جبها الاسماء قم لا احسبك بذا الحين قم قم يلا ما عندنا احنا جازع بن زفران اخر تغريده للشاعر جازع بن زفران اللي يعزونا الله يعزكم ويبيض وجهكم دعمنا تدعموني انا دعمت جازع بن زفران فانكم تدعمون عبد الله الجميري يستاهل اسال الله ان يوفقه انا افتحوا حسابي تلقون اخر تغريده مسوي لها انا اعاده رتويت شيلتها بطيت منكم محمد سم بعد ما تسوي رتويت محمد كنت اسال وش جديدك الجديد محمد هل لك جديد والله الجديد علمهم الجديد اللي احنا بنسويه من الاخير يعني ايه في فكره ايه تجمع بيني وبين عبد الله الجميري عبد الله اشتغلت مع ثلاث اعمال والحمد لله يعني وجدنا ان فيه بيني وبين عبد الله توافق يعني تفاهم بالشغل اي نعم ما يحتاج صح ف الله يستر من قطعه السالفه اسلم ف... لا تقطع أنا عبد الله أنا عرضت على عبد الله فكرة كوميدية بالكامل أنا أول مرة أسوي شيء كوميدي لكن كان في فريق عمل يكتب الفكرة كان فيها عصف ذهني على قولتهم ولا هي بسكتش دقيقة ودقيقتين هي عبارة عن مسلسل كامل يا سلام ونتوقع إن شاء الله بإذن الله أنا بيكون ضربة يعني ف بس الحين باقي مرحلة الدعم يعني باقي شيء درجة سمعته وانا اشوف انه لا باقي شيء يا اخوان وهذا اللي مرتنا يا رب ما شاء الله تبارك الله السيناريو بطل التصوير راح يكون داخل المملكة وخارج المملكة يعني المفروض احنا بادين من قبل لانه ما شاء الله تبارك الله كادر كامل موجود طاقم موجود كامل بشكل احترافي بس ناقصنا اخوان الدعم يعني فكرة هادفة فكرة كوميدية بطلة بننزلها في اليوتيوب على طريقة مسلسلات وهو اللي ناقص محمد على كلامك الدعم يعني لو يمكن ناقصكم واحد يشيل الاضاءه بعد تكفى سجل ولا اذا تبون واحد يحط المكياج وزين يركب عدسه ما في والله اجلبها والله خليك تنظر عكس سعود والله ما دام به سفريات برا والله اشيل اشناط
يمكن طاقم العمل تقريبا، طاقم العمل تقريبا يمكن فوق 60 شخص.